الأهلي يتألق في الشوط الثاني ويهزم غزل المحلة بثلاثية نظيفة مع الرقفة. الهدف الأول أحرزه محمد شريف في الدقيقة 49، تمريرة ولا أروع وتحرك رائع من محمد شريف، وانهاء بصورة جميلة جدا برجله الشمال من فوق حارس المرمى. هدف الثاني كهربا في الدقيقة 69، كرة عرضية حطها شريف برضو في العارضة وتابعها كهربا داخل المرمى. والهدف الثالث في الدقيقة 80 من محمد شريف، كرة طويلة قفشة. طبعا الكرة دي حارس المرمى طلع سهل المأمورية لقفشة. كاب شريف فوز مستحق الشوط الثاني، وتغيير في الأداء للنادي الأهلي. تغيير في الأداء بالأهداف يعني. لما الأداء هو الضغط على الخصم، الخصم ضعيف جدا، ما عندوش الامكانيات والفوارق اللي موجوده في اي فرقه موجوده في الدوري العام. اي فرقه موجوده في الدوري العام عندها فرق امكانيات في تدعيمات بالنسبه للخطوط كلها. هم الحقيقه الامكانيات اللي عندهم ما تسعفهمش في اكتر من الاداء اللي هم عملوه في اول هاف تايم مع النادي الاهلي. زي ما قال لي اسامه واحنا قبل المباراه بقول له الجهد والعرق ولازم نترجم الكلام ده داخل الملعب، قال لي ان شاء الله هنكسب 3-4، يعني المفروض يعني ان احنا نكسب 3-4. فماشي نكسب 3-4، نكسب 5، نكسب زي ما احنا عايزين، بس الكلام ده على الواقع. الكلام ده عايزين احنا نبقى في الملعب وانا قاعد بتفرج عليك حاسس ان في شكل تنظيمي في الملعب، شكل بيديك الايحاء انك انت بتطلع اطراف القوه اللي عندك، اذا كنت بتلعب على اليمين او بتلعب على الشمال، او التدعيمات اللي بتبقى من نص الملعب للفراوده، او تحركات السويتشات اللي في الملعب، ده كل ده للي جاي للقادم. اللي قادم برده في بطولتين وثلاث بطولات، وفي بطوله افريقيا، وعندك بطوله سوبر 2، وعندك رايح بطوله العالم. ما تقوليش في غيابات وما تقوليش في حاجات، ما فيش. اذا كان لاعب زي جيرالدو ده مش هيلعب كوره النهارده في مباراه زي دي، طب هو هيلعب امتى؟ يعني انا ما اعرفش. فلازم كل اللعيبه تتفرج على الشكل ده، وان كانوا هم حاسين ان في حاله تعب او الكورونا مأثره على الجو العام عموما او حاله ارهاق او او او, أو ده من حقهم الحقيقه، وده الشكل اللي انا جايبه حتى قفشه النهارده. ايوه قفشه النهارده حاسس ان هو بيأدي على القد، بيحاول بيبقى موجود جنبه 2-3 لعيب صراع يشيله شويه معاه، مش على طول هو اللي بيبقى العقل المفكره. ما السرعات دي اللي هتخلي قفشه يبقى كويس، هتخلي كهربا يبقى كويس. تنظيم كهربا في الملعب ودخوله لازم يبقى فيه توجيهات اكتر من كده، ازاي هو يوزع مجهوده كويس قوي يقدر يبقى فيه انتاج فعلي، ما يبقاش فولو بس، انما ما تجيله الكور. لما كان هاني بيكلمني بيقول لي لا ده جالك اكتر من فرصه النهارده، انا حسيت ان لازم اللعيبه تهتم شويه بالفرص اللي تيجي، لازم تهتم باول هاف تايم. احنا بقالنا فتره بنلعب في اول هاف تايم مش عارفين نبحث عن التقدم او بنبحث عن ان احنا يبقى عندي هدف واثنين زي ما كنا في السابق الحقيقه يعني. كنا عندنا تعليمات من اول 10 دقائق لازم الماتش ده يخلص وتجيب جول وتجيب الثاني، تقدر تطلع امكانياتك بقى، تقدر تريح جماهيرك، تقدر تريح الجهاز الفني بتاعك. فبنتمنى اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل يعني باذن الله رب العالمين. انت قصدك افضل في الاداء؟ في الاداء. قبل ما نروح للكابتن علاء ميهوب، طبعا الاتحاد الدولي النهارده قرر تشكيل لجنه ثلاثيه لاداره الاتحاد المصري لكره القدم حتى يوم 31 يناير، وبعد كده هتتعمل انتخابات لاتحاد كره قدم مصري جديد. اللجنه الثلاثيه بتتكون من المهندس احمد مجاهد رئيسا، وعضويه كل من محمد الشواربي واحمد حسام عوض. ابدا المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه الجديده المكلفه باستكمال المهام التي حددها الفيفا، تطلعه مع زمايله بالتعاون مع كافه الجهات المعنيه وعلى راسها وزاره الشباب والرياضه من اجل اعاده الاتحاد المصري لكره القدم لوضعه الطبيعي، بتسليم اموره الى مجلس اداره منتخب خلال الفتره التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف. كما وجه المهندس احمد مجاهد والفيفا ايضا الشكر الى اللجنه الخماسيه على ما قدمته الاتحاد المصري خلال الفترة الماضية. كل التوفيق للجميع إن شاء الله. كابتن علاء، فوز مستحق، وإن كنت أنا شايف يعني كده عدم رضاك عن العرض. لا عدم رضاك على الشوط الأول، لكن الشوط الثاني لحد كبير حسن حصل حاجة بس بسيطة قوي اللي هي خلت الشكل أحسن. حصل إن في سرعة في الأداء، التحرك بقى واخد عرض الملعب كله، التكاتك اللي بنشوفه من لعيبة النادي الأهلي بقى خلاص كل
كل خط او كل جنب اتحرك لوحده كويس قوي. اللعيبه بدات تشوف بعض كويس قوي، بدات تشوف المساحات اللي موجوده في خط الفعل المحلي. شفت الاهداف، الهدف الثاني والثالث بدا بس اللي بيبص هيلاقي مساحات كتير جدا. الهدف الثاني والهدف الثالث كلها مساحات موجوده في خط الفعل المحلي، ما كانش حد شايفها في الشوط الاول. الشوط الاول ما كانش حلو، الشوط الاول كان تمرير كتير قوي مقطوع، تحرك وحش قوي من غير الكوره، تلاقي اكتر من لعيب في مكان واحد، لعب عقيم، لعب عقيم الشوط الاول. الشوط الثاني لا، الشوط الثاني انت الملعب بالظبط بقت واخد عرض كويس قوي، والحركه الطوليه اتحسنت كتير جدا. خصوصا محمد انت عايز تطلع حصفصه؟ لا لا لا، انا عايز اقول لك كمان بس فضل. ساعدك في كده كمان مستوى غزل المحله الشوط الثاني. هو غزل المحله الشوط الثاني واضح انه بدنيا تعبانين جدا، مش هو مش قادر يجريك. انا احنا دايما بنتكلم في الاستوديو هنا بنشيد بالحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي من زمان. ممكن الشوط الاول وحش وده اكيد مش حلو على فكره، انا بتفق مع الناس كلها ان الشوط مش حلو، لكن لو كنت احرزت هدف الشوط الاول الشوط الثاني كان هيبقى اسهل من كده بكتير. طب ممكن معلش نستاذنك هنروح بس لزميلنا شريف شعبان ومعاه من وجهه نظري نجم المباراه محمد شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدينا. فوز غالي للنادي الاهلي النهارده بثلاث اهداف مقابل لا شيء على فريق كبير طبعا، هو فريق غزل المحله، الفريق الطموح، الفريق العنيد طبعا. معايا سوبر ستار النادي الاهلي، هداف النادي الاهلي الجديد محمد شريف، الوفد الجديد، نقول لك مليون مبروك رجوع مره اخرى للنادي الاهلي، والنهارده بتهدف بهدفين، والماتش اللي فات كان فيه هدف مليون في الميه صحيح، بس معلش مش هنتكلم على التحكيم. يمكن شريف الحمد لله نمسك الخشب ما شاء الله، بدات العجله التهديفيه تمشي. السنه اللي فاتت كنت هداف مع انبي وسندي مع النادي الاهلي، وش العروسه حلوه عليك طبعا. حبيبي شريف الاخر يعني طبعا الواحد مبسوط طبعا بالجونين النهارده اللي هو في بدايه الموسم طبعا، ربنا بيرزق بجونين. يمكن الماتش اللي فات كان فيه جون بس ربنا رزقني النهارده بداله باثنين، فطبعا بحمد ربنا على المكسب. اهم حاجه احنا بنلعب مش شريف، مش مهم شريف اللي يجيب جون، المهم الفرقه والمهم ثلاث نقاط. كان ماتش مهم عشان احنا عندنا طبعا سفر النيجر، فكنا عايزين نكسب النهارده بشكل كويس، لان احنا السفريه طبعا مش عايزين نمشي بقى زعلانين ومنكدين، فاهمني؟ انت عارف النادي الاهلي طبعا بيلعب على المكسب كل ماتش. عايزين طبعا الماتشات اللي زي كده في الدوري بتفرق معانا جدا في الترتيب، فالحمد لله على المكسب يعني الحمد لله. تلعب يمين، تلعب شمال، تلعب فرويد، جاهز في اي مكان في الملعب تلعب؟ طبعا تحت امر الجهاز الفني في اي مكان، ما عنديش مشكله جدا في اي حته يعني. جمهور الاهلي بيحمل عليك الفتره الجايه امال كبيره جدا تبقى هداف النادي الاهلي، نخلص مباريات كتيره وخصوصا افريقيا كمان، واحنا عاوزين نجم العشره. احنا خلاص دخلنا في العشره، عاوزين نجم العشره باذن الله. باذن الله ان شاء الله عند حسن ظنهم باذن الله. حبيبي ان شاء الله حبيبي شريف، حبيبي. مكمل معاك كابتن ايمن، معي وافد جديد احمد رمضان بيكهام نجم النادي الاهلي القادم، يعني باكرايت ما شاء الله، سيردباك، ديفندر، حاجه جوكر للنادي الاهلي، جوكر جديد للنادي الاهلي. النهارده بتلعب في الباكرايت، مركز مهم جدا للنادي الاهلي، وباذن الله تكون اهلي لا باذن الله، وتسد نقص اي لاعب بيغيب عن النادي الاهلي، تنزل باذن الله تبقى اهلي لها باذن الله. ان شاء الله انا يعني جيت النادي الاهلي عشان ابقى قد المسؤوليه، وطبعا ما فيش نقص في النادي، اي مكان اي لعيب من لعيبه النادي الاهلي هيلعب هيبقى قد المسؤوليه وقد ثقه الجماهير فيه وقد ثقه النادي والاداره. انا موجود في اي مكان، سردباك، ديفندر، باك رايت، مش هيفرق معايا، المهم اخدم النادي الاهلي بيتي يعني قبل اي حاجه. مباراه صعبه النهارده، ولكن الحمد لله الاهلي قدر يسهلها من اول الجيم، بيفنش على فريق كبير، فريق محله، بثلاث اهداف مقابل لا شيء. طبعا الفرق احنا يمكن قبل الماتش اتكلمنا ان الماتشات الفرق اللي بتبقى نادي المحله طبعا نادي كبير، بس الفرق اللي بتبقى لسه صاعده دي بتيجي قدام النادي الاهلي بالذات بتبقى بتعمل ماتشات جامده، فاتفقنا ان الماتش مش هيبقى سهل، وزي ما انتم شفتوا الماتش طبعا ما كانش سهل. كنا قلنا لازم نجيب جون عشان تفتح معانا، ما نحاولش نضيع كتير، وده اللي حصل في الملعب. لما جبنا الثاني والثالث والحمد لله ربنا كرمنا. يعني ماتش صعب في افريقيا اكيد، وكمان الماتش بره الموضوع السفر ده بيبقى مرهق شويه، بس النادي الاهلي انت لاعب في النادي الاهلي لازم تتحط في ظروف اصعب من كده كمان. جماهير النادي الاهلي بقى احساسك وانت راجع النادي الاهلي مره اخرى وبتطلع بره النادي الاهلي، اذا كان اعاره او بيع، يعني بيبقى عندك امل ترجع النادي الاهلي تاني، ولا بتقول خلاص انا خرجت من الاهلي بلاقي صعوبه كبيره عشان ارجع النادي الاهلي تاني؟ ايه الاحلام اللي بتحلمها او بتتكلم فيها مع نفسك وبتحفز نفسك عشان ترجع الاهلي مره اخرى تاني؟ هي طبعا بتبقى حاجه صعبه انك تطلع من النادي الاهلي من بيتك اللي اتربيت فيه 12 13 سنه، بس الواحد بيطلع عشان يرجع، يعني بتبقى لعبت وخدت خبرات، غير ما انت طالع ناشئ، انت في الاول والاخر اي حد لعب هيجي يلعب عليك، لكن لما بتطلع بتتمرمط بره والاهلي يجيبك تاني بتبقى انت خلاص كبرت وبترجع لعيب كبير يعني. حريص قبل ما تنزل تسجد ده
طبعا دي كان لازم اعملها عشان انا رجعت بيتي، كنت بحمد ربنا طبعا ان انا خلاص شاركت في اول ماتش ليه، هو ده تاني ماتش في الدوري بس ده اول ماتش مشاركه ليا، ما شاركتش الماتش اللي فات، فكنت بحمد ربنا على اللحظه دي يعني. مبروك حبيبي، الله يبارك فيك حبيبي. مكملين معاك يا كابتن ايمن في تغطيه خاصه طبعا وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي، مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، 3 نقاط غاليين جدا على فريق غزل المحله، بيرفع رصيد الاهلي الى 6 نقاط ويعتلي القمه، واحنا زي ما كلنا عارفينه جميل قال بتحب تقول طالما الاهلي ركب القمه ما بينزلش، فباذن الله يا رب باذن الله يفضل الاهلي في الصداره، يفضل الاهلي في المقدمه. اعود اليك من جديد كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان، اتفضل يا كابتن علاء كمل. بس ايمن فبقول لك اللي تحسه الثاني، انت الفعاليه زادت عندك، التحركات بقت ايجابيه قوي. أي. انت ممكن الشوط الاول كنت ممتلك الكوره بس واستحواذ سلبي، مفيش اي خطوره خالص، حتى مفيش هجمات خطر اللي هي تقول الاهلي هيحرز هدف. عشان كده لما اتكلمنا على الشوط بين الشوطين هنا كانت بسرعه شويه، كلنا مجمعين على حاجه واحده ان فعاليه النادي الاهلي مش قويه مش جامده، الاداء فيه بطء، الناس مش شايفه بعضها كويس. الشوط الثاني تحس اللي هو دي كانت لازم تبقى البدايه. أي. يعني ده دي كانت بدايه النادي الاهلي. أي. سرعه تسليم وتسلم، شايف الاماكن الفاضيه كتير جدا موجوده في لعيبه غزل المحله. تحركات حلوه قوي، الناس شايفه نفسها كويس قوي، الاطراف متاخده كويس جدا، سرعه الاداء وسرعه الحركه وسرعه الجري وسرعه التصرف، سرعه التفكير. يعني الهدف الثاني والهدف الثالث اتفرج على سرعه تفكير محمد شريف. صحيح. وتحركه اللي بين الاثنين المساكين معموله حلو قوي، والتايمنج بتاع التمرير حلو قوي، علي معلول بيعمل الكور دي ممتازه، كان ده يعملها شريف اشرف، بس علي شايف المكان كويس قوي، ومحمد شريف متحرك بالجول الثاني ايمن، يعني هو ما راحش المكان بدري. صح. هو واقف وتحرك على المكان الصح، لازم الكوره تيجي فيه. وفي ميزه كمان يا كابتن محمد شريف اكيد انت عارف اكتر مني، لا 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 ان هو بيلعب برجله الشمال زي رجله اليمين، ما شاء الله بيعرف يتحرك كويس قوي قوي ما شاء الله. ما تعرفش هو بيلعب يعني بيه. انا كان نفسي جول تخش جول كمان بتاع كهربا دي. ان هو متحرك كويس قوي وعامل كوره حلوه قوي، اذا كان كابتن شريف كان بيتكلم على الكوره اللي بيطير ويلعبها بدماغه، عملها حلو قوي محمد. وبعدين انت كنت عايز محمد هو اللي يجيب الجول، مش كهربا، لا لا ما لا لا مش حاجات حب وكره يا اخي، لا طيب انا الكره عجباني، لا الكره عجباني، كان نفسي تدخل يعني. بص الكره، بص يا ايمن، بص المساحات موجوده في غزل المحله، ما كانش ما اتشافتش، ده المكان ده على فكره ايمن اشرف، بص هنا حلو قوي ورايح كويس قوي ومعدي من المساك، لكن طبعا يحسب لكهربا دي كان ناقصها انها تخش جول، يعني يحسب، بس بعد كده يحسب لكهربا الفولو ومتابعه وعملها حلو قوي. لكن انا بقول لك في حاجات كده بتتمناها انت اللي هي الجمله تكمل. صح. الجمله ان شريف اشرف لو جبت الشوط الاول كم مره عدى نص الملعب؟ ولا مره. ولا مره. صح. انما الشوط الثاني لا، الناس شايفه بعض المساحات، بص انت متحكم في الاداء ازاي، بص انت ماسك الملعب اكنك بالظبط، انت اكنك في تمرين. أي. بص تمرير، بص الشكل البياني، طبعا بنشكركم يا جماعه، الشكل الرسمي البياني لعيبه النادي الاهلي، المحله زحمه لكن كل واحد بيستلم براحته، او بص انقل وتحرك. أي. بص بقى الملعب فين ايمن. أي. بص الملعب فين هناك، محمد هاني فين. صح. ايمن اشرف وايمن اشرف، بص هنا ايمن اشرف، خلاص المساحه موجوده بقى، خلاص مفيش حد بيقابل ايمن، كمل بقى اتقدم. هو هي دي كره ايمن، انت بتعمل تمرير لحد ما تلاقي المساحه الفاضيه والتحرك الصح. ممكن نجيبها تاني من الاول، معلش، امتلاك حلو قوي للكوره، فيها كمان تمريرات حلوه قوي، لا لا ده عدد تمريرات نجيبها من ده نموذج لاستحواذ ايجابي. ايوه، وناس كلها بتتحرك، كله بص مجدي هناك عايز يستلم الكوره، رجعت هنا محافظه على الكوره، بص يا ايمن رجعت تاني. ممكن نرجع، معلش، ممكن نرجع كده 5 وهي في الهواء، وهي في الهواء دلوقتي كده. انا بس بص انا عايز اشوف حاجه من الرقابه بتاعه مدافعين المحل. يا ايمن لما انا بقول احنا بنتكلم المحل، بص احنا 2 في وسط كام؟ 3. لا طب كمان واحد قريب 4. طب بص انت طول ما تمشي الكوره هتلاقي لعيبه المحله زياده، بس مفيش حد ماسك حد، كمل بقى كمل. بص اللقطه اللي جايه دي، بص 5 لعيبه المحله مش قليله على فكره، بس بص ما في زياده عاديه كبيره جدا. لا بص الكوره لما ترجع، بص كام واحد دول بيدافعوا؟ 9. بتتكلم عن 9؟ 9 فيهم حد ماسك حد؟ لا هم بس عدد بس، لكن حمدي بيستلم هيروح عند بنون، بص يعني سهوله حلوه قوي، والناس شايفه بعض وكل بص وهدوء لحد ما جت اللحظه الصح. اللحظه الصح هي دي، واحد رايح على مساحه فاضيه قوي، بدا يتقدم لحد ما قابل تمريره الثانيه. لا بص الهدف ده يعني حلو في كل حاجه، في جمال الكره كلها، استحواذ كويس قوي، تمرير واخد الملعب كله، تحرك طولي ممتاز، الناس شايفه بعض كويس قوي،
ايمن لما استلم الكوره وبدا يتحرك لقدام فضل ماشي ايمن بيقطع مساحه. مظبوط. لعيب الكوره لو اخذ الكوره وقف مكانه طب انت هتروح له جول ازاي؟ صح. لازم تكسب المساحه دي. هو اتحرك كويس قوي لوقت معين، واحد قابله، في واحد فاضل اللي هو صلاح محسن، يحسب لصلاح في الكوره دي ان هو عملها لمسه واحده. صح. محمد شريف تحرك هايل، يحسب لكهربا ان هو بقى راس حربه تاني على طول ورا شريف. يعني هو كهربا هنا شريف، وبص مين اللي ورا كهربا كمان؟ صح. محمد مجدي، ومش هتلاقيه متراقب. مظبوط. فطبعا هدف حلو قوي، وانا على فكره انا مش بلوم لعيبه المحله، اللعيبه وقفوا غلط وانا بستغل الغلط. أيوه. كره القدم أيوه. انت بتستغل خطا، بس هو مش قادر يجريك. أيوه. هو مش قادر يضغط عليك. مظبوط. مش قادر يقطع منك الكوره، ومش قادر يغطي عرض الملعب كله. أيوه. عشان انت عملت الحاجه اللي كنت فائدها في الشوط الاول. صح. تحرك عرض كويس قوي، وبتحرك بتقطع بالكوره، بس بتقطع بالكوره ايجابي. أيوه. انت مش بتجري بالكوره ومش أيوه. عارف هتعمل ايه. فطبعا هو ده التحول اللي حصل لعيبه النادي الاهلي، وده خلي بالك التحول ده اثر على اداؤه البدني في الشوط الثاني. بالظبط. غزل المحله طبعا، لان بيجري وراه كتير قوي ايمن، هو مش عارف يمسك مين. أيوه. هي دي اصل هي جزئيات صغيره قوي بتفرق. يعني صح. لو جبت الشوط الاول اللي احنا اتكلمنا فيه والشوط الثاني، جزئيات صغيره جدا لعيبه الاهلي عملوها، ودي طبيعتهم. يعني لعيبه الاهلي النهارده ما عملوش حاجه سوبر، دي طبيعه لعيبه النادي الاهلي. تحرك الكره كويس قوي، محاضر دايما في نص الملعب. أي. شايف زميلك كويس قوي. أي. وكل ما بتلاقي مساحه طوليه مش عرضيه. أي. انت بتقطعها. ايوه. كنت عايز تقول حاجه يا كابتن علاء بيتكلم؟ كنت عايز اتكلم في التحرك في السويتش اللي اتعمل يا كابتن علاء ما بين شريف وما بين صلاح محسن. صح. يعني انت المفروض اصلا صلاح محسن هو السترايكر، المفروض ان هو يبقى مكان شريف. أي. فالسويتش اللي اتعمل ده شريف راح مكان صلاح، فده طبعا يعني ده بيبقى تغيير في الملعب. انت لو انت زميلي في الملعب وانا رحت مكانك المفروض انت تروح مكاني. فهو يعني عجبني بصراحه التحرك بتاع الاثنين. أيوة. وده اللي كنا مفتقدينه الشوط الاول. كان الشوط الاول كان فيه عدم انسجام كان واضح جدا ما بين الثلاثه اللي قدام او الاربعه اللي قدام. الانسجام عشان جيراردو ما بيخش جوه. يعني جيراردو السبب؟ لا مش السبب. كابتن علاء بعد اذنك هنروح للمؤتمر الصحفي وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. سؤالين برضه كده ثلاثة. طب مش اوكي طيب اسئله عضو. No, no, it's like any comment about the game or you start with the question. Is it now? Yeah. Mm-hmm. What do you want to make the video question? Tell them for the game. We can talk about the game. Yeah, we can talk. A short comment about the game. False for game. I am the headset. Okay. The short. انا رايت ابو دكي هنبدا المؤتمر الصحفي. هنسيب الاول التعليق المدرب الاهلي وبعدين نترك الساعتين الصحفيين. Yeah, good evening everybody, the media of Egypt. Firstly, just a little bit about the game. I thought we didn't have a good first half. We played against a team that sits back, and we had to really hold the ball better, but we didn't do that. Second half was the same story, but we scored three good goals. I thought we scored three good goals, but we gave them an opportunity to come back in the game, especially in the first half, where they almost caught us on a counter-attack. And yeah, being Al Ahly, we should know that we're not supposed to give the ball away so easy. But difficult game. But in the end, we have the 3 points, and we're happy for that. بالمساء الخير كل إعلام مصر. يعني وبيقول بالنسبة للماتش، الشوط الأولاني كان ماتش بنلعب مع فرقة طبعا ده طموح قدام النادي الأهلي. الشوط الأولاني ما لعبناش الكورة اللي احنا كنا منتظرينها، وما حافظناش على الكورة، ما دورناش بالشكل اللي احنا عايزينه ومتكلمين فيه. الشكل اللي اداهم فرص ان هم يعملوا مرتدات ويهاجمونا وادوهم فرص تهديف، وكان ممكن يسجلوا في الشوط الأولاني من مرتدات. الشوط الثاني يمكن صلحنا اللعب شويه برده مش شكل المرجو قوي، بس احنا سجلنا 3 اهداف جميله، واحنا متعودين الفرقه بتيجي تلعب قدام الاهلي بتلعب بطموح كبير، وكان ماتش صعب بس كسبنا 3 نقاط. يعني يا سلام صحفيين اتفضل. حضرتك النهارده وقت شفت جيم السوداني هاي بس حضرتك بس نو اوت محمد توز اوت فروم ذا
if he was out injury or it was a technical decision for the Toher Mohamed Toher and Amr Sulayya was out of the list. Sulayya and Toher, number 27. Toher, yes, he is out for injury on what's today? Today's Friday. On Wednesday. هو السؤال عشان لو ما تسمعش هو استبعادين نعرف استبعاد طاهر محمد طاهر وعمر سولية لأسباب فنية ولا إيه بالظبط صح؟ سولية الأول إصابة عايز طبعا إصابة سولية الأول شفناه خرج بره الأول قبل الماتش وطاهر محمد طاهر استبعاد فني ولا إصابة؟ بدأ هو بطاهر قال لك فعلا هو الإصابة يوم الأربعاء تعرض لإصابة وتم استبعاده سولية سولية also had an injury on Wednesday but it was not as bad and today in the warm up it flared up again and because of our next matches we took the precaution that we'd rather keep him on the bench and only use him in an emergency هو بيقول بالنسبه لعمر السولية اتعرض برضه زي طاهر يوم الاربعاء لاصابه بس كان يعني تعافى منها بس خلال الاحماء قبل الماتش خلال الاحماء شعر باصابه ثانيه شعر بالالم واحنا فضلنا ان احنا نريحه يعني كاجراء وقائي نحافظ عليه عشان عندنا ماتشات مهمه بعد كده ونخليه يعني على الدكه يعني لو في حاجه مسه لمشاركته كنا نزل. Coach Musliman, did you have a role today during the game instruction, or the old instruction came from yourself? No, I think as far as the coach is concerned, as far as the team is concerned, we are doing this together. And yes, Mr. Musliman was involved in everything leading up to the game. And he's always been involved. The only problem is that he's a little bit ill and he can't be on the bench. Mm. But we believe that we had him all the time with us. هو السؤال بتاع استاذ حسين بيقول كنا عايزين نعرف بس كوتش موسيماني ليه دور النهارده ولا الدور كان جاي من الجهاز المعاون كان موجود يا ترى كان ليه دور في التعليمات الفنيه ولا التعليمات جايه من المساعدين هو بيقول دايما احنا بنشتغل كفريق واحد وموسيماني دايما موجود معانا احنا كفريق بنشتغل كلية بفكر واحد طبعا كان ليه انبوت كان ليه بصمه النهارده من خلال مشاركته معانا احنا كلنا وهو اصلا كان موجود بشكل خفي بشكل يعني هيدن مش يعني مش ظاهر بس هو موجود معانا حتى هو تعبان هو تعبان شويه وما كانش موجود معانا بس كان موجود فنيا من خلال الاداره الفنيه للمباراه. شكرا جدا لحضرتك. اوكي. ماشي يا كابتن حلقة. كابتن يعني انت اللي كنت بتتكلم كنت عايز اتكلم برضو لو سمير جيب لنا جول تاني يا كابتن عايز اتكلم ان الكابتن عايز ما كابتن قال برضو ان في حاجات كتير قوي في الجول ده في ايمن اشرف سرديباك اشترك في الجول ايمن اشرف سرديباك صلاح محسن لما راح ناحيه الشمال محمد شريف لما لعب الكره بدماغه كهربا الهاف الثالث او الهاف الثاني من الناحيه الثانيه سوري الهاف الثاني يعني انت بتتكلم في حوالي اربع لعيبه بالظبط يعني اربع لعيبه كابتن طبعا هنبدا من الاول التكمله بتاعه ايمن اشرف دي تقريبا يا كابتن اول مره ايمن اشرف يزيد في المباراه مظبوط اول مره ايوه احنا دايما بنحضر وبنسلم الناس اللي قدام في نص الملعب او الناس الباكات هم اللي بيتلعبوا الكوره لكن ايمن لما اشتغل وزاد يعني مش عايز اقول من نفسه خلي بالك ايمن عمل تقريبا نص الجول اكيد طبعا اكيد وصل لحد 18 وصل لحد فين والباص يا كابتن في الوقت المناسب كمان يعني في الباص ان خلاص الكره كانت اتقطعت منه بصاها لصلاح صلاح اتصرف فيها بشكل مميز جدا كان ممكن واحد مكانه يقف على الكوره او يستلم الكوره ويبدا ان هو يشتغل فردي لكن عملها واحده عملها واحده كويسه قوي لشريف شريف يعني شريف زي ما الكابتن علاء قال برده ان شريف عملها كويس يعني انا برده كنت اتمنى ان شريف بصراحه ان الكره تيجي جول انت بتحبش كهربا برده لا كهربا طبعا حبيبي لكن شريف طبعا عملها كويس برده يعني جول كامل بس تبديل صلاح محسن الشوط الثاني ادت قوه هجوميه اكتر للنادي الاهلي اكيد طبعا اكيد لان الشوط الاولاني احنا كنا بنشوف جيرالدو حتى لما بيدخل جوه ما كانش قادر قوي يتوائم مع المكان دوت في اللي هو بيخش جوه جيراردو يا كابتن ايمن يعني جيراردو كل شغله بيبقى على الطرف, لما بيخش جوه لما بيدخل جوه يعني الخطوره بتاعته بتقل بتقل بشكل كبير كمان صحيح لانه ما بيقدرش يشتغل في الحته اللي هي في الصندوق او في البوكس بتاع الفريق الخصم لكن هو جيراردو
طبعا يعني الراجل برده بيديله النهارده، كلنا اتكلمنا على جيراردو خد فرص كتير قوي، لازم مباراه النهارده زي المحله زي ما الكابتن اسامه قال، مباراه زي المحله مباراه برده مش قويه، ممكن ان انت في الماتشات دي بتاخد ثقه بتبين للناس ان انت لعيب كويس امكانياتك. فطبعا جيراردو برده يعني مش عارف هو محتاج ايه بصراحه، يعني اي لعيب كره بيحتاج ان هو عايز يلعب. لكن هنتكلم في النقطه دي لان كان في يعني حاجات في الشوط الاولاني كانت بتحصل من كهربا وجيرالدو في حته التحركات الهجوميه، هما كانوا بيخشوا في القلب كتير قوي وبيسيبوا الاطراف دي بره خالص، وجيرالدو لما بيدخل لجوه يعني خطورته حتى بتقل. بتقل. هنتكلم في الموضوع ده مع الكابتن اسامه عرابي ولكن بعد الفاصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نكمل كلامنا مع الكابتن اسامه عرابي هنروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان. مستمرين معاك يا كابتن ايمن وضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، معي الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي على فريق غزل المحله بثلاث اهداف مقابل لا شيء. كابتن سامي بقول لك الف مبروك، النهارده مباراه قويه جدا، مباراه صعبه وفريق عنيد وطالع طبعا الدوري ممتاز وعنده طموحات وامال، ولكن النادي الاهلي النهارده قدر يتعامل مع المباراه بشكل قوي جدا بعد غياب طبعا مستر موسيماني عن اداره هذه المباراه. طبعا تحياتي كابتن ايمن طبعا وضيوفه، زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه جدا، خصوصا بتلعب فرقه لسه صاعده عندها طموح كبير، فرقه كبيره عندها تاريخ كبير جدا، بتعمل ماتشات كتيره، بتعمل ماتشات مميزه جدا قدام النادي الاهلي والفرق الكبيره. ممكن الماتش اللي فات كانوا عاملين ماتش اداء مميز جدا، خصوصا الشوط الثاني تعادلوا مع سموحه وقدروا اللي هو كانوا متاخرين. طبعا تاثرنا شويه طبعا بعدم وجود مستر موسيماني، لكن الحمد لله كان عندنا ثقه طبعا في كل الناس اللي موجوده، واللعيبه ادت اداء كويس جدا خصوصا الشوط الثاني. الحمد لله كان عندنا فرص كثيره، يمكن الشوط الاولاني ما قدرناش نستغل الفرص اللي جات لنا، يعني سواء كهربا او جيرادو الفرصتين كانوا ممكن يفتحوا لنا الماتش بدري، لان انت عارف الماتشات ديت مهمه جدا ان انت تجيب جون بدري عشان يقدر الماتش يتفتح ويقدر الناس تبدا تهاجمك فيحصل مساحات تقدر تعمل تشتغل ثاني بقى على المساحات دي تقدر تعزز الجون. فالحمد لله اعتقد ده اللي حصل الشوط الثاني، قدرنا نجيب جون بدري وبعد كده الحمد لله سجلنا الثاني والثالث، وكان كان عندنا فرص اكتر، لكن الحمد لله اخذنا المطلوب من المباراه وان شاء الله نركز في المباراه الجايه بقى ان شاء الله. اتعاملتوا مع مباراه فنيا يمكن خلته شريف راح ناحيه اليمين او راح ناحيه الشمال، وراح صلاح محسن فيرود في التبديلات، وقدرتوا تعملوا ارباك لدفاعات فريق غزل المحله، وشريف سريع وكهربا سريع وصلاح سريع، عملتوا ارباك كبير جدا لفريق غزل المحله. ويمكن ده اللي احنا بنشتغل عليه من ايام برضو مستر موسيماني، يعني هو بيشتغل على دوت لان ده اسلوب لعب يعني مش هيتغير، احنا بنكمل شغل الراجل وده الحاجات اللي هو بيشتغل عليها في التمرين، والحمد لله كان مردودها موجود. يعني مهم جدا في الفرقه اللي بتبقى عندها كثافه في الثلث الاخير خصوصا ان انت تشتغل بالحركات، ما تتقيدش بالمراكز، تقدر تعمل تستلم في ظهر الناس. يمكن شريف يستغل سرعاته المعتاده يعني ويقدر يستغلها كويس ويقدر يسجل جون كويس جدا فتح لنا بيه الماتش، وبعد كده صلاح برضو عمل الجون الثالث اعتقد كويس جدا برضو، فالحمد لله مردود كويس وان شاء الله منتظرين مزيد اكتر ان شاء الله فتره. النهارده بعمرو السوليه ولكن شعر بكدمه يمكن في التمرين امبارح والنهارده شعر بيها فما قدرتوش تبداوا بيه، فبداتوا بحمدي فتحي مع اليو ديانج وما حسناش بغياب عمرو السوليه النهارده. زي ما انت قلت التلاتة على اعلى مستوى معاهم كمان اكرم طبعا الحمد لله من افضل الاماكن اللي عندنا فيها كثافه، عندنا فيها لعيبه كويسه مميزه ما بنقلقش من اي حاجه. سوليه لعيب مميز جدا وعنده خبرات كبيره جدا واعتقد عمود من اعمده الفرقه، يعني يمكن عندنا منتخب مصر برضو عندنا مباراه مهمه كان مهم جدا ان احنا نحافظ عليها. يمكن زي ما انت قلت هو شعر بشويه في التسخين يعني، لكن الحمد لله قدرنا نغير. لا ان شاء الله ممكن ياخد اليومين الراحه دلوقتي يفرقوا معاه طبعا، وان شاء الله يبقى معانا ماتش افريقيا باذن الله. النهارده بنشوف بيكهام بيلعب، اكرم بيلعب، كله بيلعب، حتى ياسر كمان بتنزلوه النهارده، الروتيشن كويس جدا مع ضغط المباريات، بتتعاملوا مع التبديلات ولا اروع. الحمد لله برضو ده من خلال برضو الراجل متواصل معانا على طول، يعني مهم جدا زي ما انت تقول اللي بقى عندنا في كل مكان لعيب واثنين. احنا بنلعب من اكتر فرق، احنا والفرق طبعا اللي بتلعب في افريقيا من اكتر فرق اللي بتلعب ماتشات، بتخش في حوالي حاجه و50 ماتش، يعني مهم جدا ان انت تعمل روتيشن كويس، مهم جدا لان الروتيشن ده غير اللي هو بيريح لعيبه بيعمل برضو منافسه كويسه بين اللعيبه، وده المطلوب. يعني انت بتلعب على كل البطولات، مهم يكون عندك لعيبه في نفس المستوى، البديل مهم جدا يعني. فاعتقد الحمد لله النهارده بيكام بيشارك لاول مره حاجه كويسه، اكرم برضو بيواصل، صلاح محسن نفس القصه، احمد ياسر رايان في بدايه برضو الحمد لله اعتقد لها كويسه، رجوع ديانج برضو ادانا قوه، ياسر ابراهيم طبعا ياسر لعيب من اللعيبه المميزه جدا واللعيبه الاساسيه الموجوده في الفرقه يعني. فاعتقد الحمد لله دي من الحاجات الكويسه برضو اللي احنا استغلناها النهارده في مباراه النهارده. مباراه صعبه جدا مع البطل النيجر، هنسافر امتى؟ هنتمرن بكره ولا بكره في اجازه ولا لسه برنامج متحط؟ لا عندنا بكره ان شاء الله عندنا بكره
التمرين الصبح، وبعد كده ان شاء الله نسافر يوم الاحد. وطبعا كل الشكر طبعا مجلس الاداره برضو وفر طياره خاصه. طبعا رحله مهمه جدا، خصوصا ان احنا عندنا لعيبه انت عارف السفر في افريقيا دلوقتي صعوبته اكتر خصوصا كورونا الموجوده. فاعتقد الحمد لله من الحاجات الايجابيه اللي توصل اللي الكابتن ومجلس الاداره وفر له وفرها للفرقه الحمد لله. ان شاء الله يكون ليها مردود كويس. انت عارف البدايات برضو في افريقيا مهمه جدا، يعني بنلعب فريق غامض بالنسبه لنا، يعني عنده طموح بيلعب البطل. لا اتفرجنا عليه، انا بتكلم على 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 نفس القصه، يعني ممكن تبقى قريب يعني من بروفا قريبه من ماتش النهارده. يعني الفرقه طبعا هتعمل برضه نفس القصه، بتلعب قدام بطل افريقيا، مهم جدا اللي هتعمل نتيجه ايجابيه، هيبقى عندها برضه تحفظ شويه. فاعتقد الحمد لله النهارده كان بروفا كويسه ان احنا ان شاء الله عشان ماتش الذهاب ان شاء الله. مستر موسيماني ممكن يسافر معاك ولا ما يلحقش؟ والله هو المفروض ان شاء الله يعمل مسحه بكره معانا، وان شاء الله ربنا يسلمه ويبقى معانا ان شاء الله. حتى لو هو برضه لو ربنا ما قدرش لو معانا، هو معانا بوجوده معانا طبعا، يعني متواصل طبعا. على الدكه النهارده ولا ما كانش فيه؟ اي طبعا طبعا طبعا. هو ده النادي الاهلي. شكرا شكرا لك كابتن. شكرا كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مدرب النادي الاهلي طبعا الخلوق الكابتن سامي قمصان بعد الفوز الكبير على فريق غزل المحله بثلاث اهداف مقابل لا شيء. مليون مبروك لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. دي كانت لقائتنا الخاصه لشاشه تميز شاشه قناه النادي الاهلي بعد الفوز الكبير للنادي الاهلي على فريق غزل المحله بثلاث اهداف مقابل لا شيء. عوده ليك من جديد. اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان. كابتن اسامه، كنا بنتكلم على التغييرات اللي حصلت الشوط الثاني، وخصوصا تغيير صلاح محسن لما نزل مكان جيرالدو واثروا على القوه الهجوميه وتحركات المهاجمين في الفتره اللي لعبها صلاح محسن لحد نهايه الشوط الثاني. زائد في حاجه كمان، نتيجه 3-0 انا بالنسبه لي من وجهه نظري انها نتيجه غير مرضيه. لا هي بص يا ايمن، من حيث نتيجه 3-0 هي كبيره، بس بص على احداث المباراه. ايوه ما احنا بنتكلم بقى على احداث المباراه والفرص الكتيره اللي جت. كان سهل جدا النتيجه تتضاعف، خاصه لو احنا كنا جبنا الشوط الاولاني هدف، ده اللي كانت هتسهل المواضيع جدا. يمكن علاء وشريف وهاني اتكلموا في النقطه دي. احنا اصعب حاجه في مع الفرق اللي زي المحله مع احترامي الكامل ليهم انك تجيب الجون الاولاني. صح، انت 45 دقيقه عدت ما جبتش جون. اللي سهل لك الثلاثه في الشوط الثاني انك انت جبت اول ما نزلت بدقيقتين رحت جاي الشوط الثاني جبت الهدف الاولاني بتاع محمد شريف، فقدرت تجيب جونين بعد كده. وانا يمكن كنت بتكلم مع شريف قلت له سهل النادي الاهلي يكسب 4-5. صحيح. بس هو يجي الجون الاولاني. فهي الفكره ان الـ 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 العدد الاهداف 3 تعتبر نتيجه كبيره، ولكن لو احنا كنا احرزنا في الشوط الاولاني هدف او هدفين كان بسهوله جدا تعدي النتيجه الاربع وخمس او ست اهداف. بس الفرص المهدره برضو الشوط الثاني كتير جدا كتير. الشوط الاولاني كهربا في اول دقيقتين في انفراد لما نجيب الحالات حطها في بطن رجله كانت سهله قوي. جول ده جول محمد شريف ده الجول الاول حلو قوي الاولاني طبعا أوي. جول حلو قوي. يعني لما نتكلم عليه ممكن نجيبه من اوله. يا ريت نجيبه من اوله. نجيبه من اوله بعد اذنك يا سيدي. لا ايه ده كده ما بنتش من اولها. لا نجيبها من الاول. اول ما اتلعبت لمحمد شريف هي من بدري. الجون ده في اول ما نزلنا يعني في الشوط الثاني، فعشان كده الامور اتفتحت اهي. اتعملت ماشي. طبعا طوليه كره طوليه حلوه قوي. هو دلوقتي النادي الاهلي بينوع بين اللعب القصير بالاستحواذ والكور الطويله اللي في العمق من ايمن اشرف او من علي معلول. يعني الهدف الثاني من ايمن اشرف، الهدف الاولاني من علي معلول طوليه. اللمسه دي ثلاث ارباع الجول. اولا تصرف هايل من محمد شريف في التحرك، ثم الاستلام والقرار ان هو احساسه صحيح. كمهاجم ما بصش للجون، هو عارف ان الجون معاه وجون فاضي، فهو لف وحطها على طول. يعني هو دلوقتي خلق عارف ان الجون معاه وجون فاضي، هو راح حاططها على طول. لا ده في واحد بيغطي كمان ماشي كمان. انا اقصد ان هو حاسس ان الجون معاه وحاسس بالتاني كمان اللي راح يغطي فعملها. فطبعا استلام كويس قوي، تحرك كويس، هدف جميل، تمريره رائعه من علي معلول، وهو تفكير حلو قوي.
حلو يا اسامه، عارف اتنين مدافعين بتوع المحله بيجري بوشهم. اه طبعا يعني زي الفورورد. اه غريبه جدا يعني فاهمني، بص المنظر ده. وكمان غير كده سابقين الباكين كمان. لا غير كده كمان الحته اللي في العمق اللي في القلب مش محميه يعني، هما الاثنين قدام يا اسامه الاثنين المفروض كده. الجون بيلعب ليبرو يعني، هو غلط على فكره. الباك سابق، هو طلع غلط مبدئيا يعني. طبعا الباكين سابقين والباكين فاتحين لبره مع جيراردو مع اسامه. كانوا معاملين الاثنين مساكين دول، كانوا طالعين لبره مش عارف قدام، مش عارف. غريبه جدا، غريبه طبعا. ما خشوش بالهم من الراجل اللي وراهم بقى. غريب كابتن. مشكله ان شريف كمان، شريف جاي بوشه. يعني بقول لك يعني الثلاثه بيجروا وشهم، اتنين مساكين وشريف. المحله كانت هجمه ساعتها، مش مساكين مالهم، مش طالعين معاهم، طلع برجله كانه سايب الراجل. بص هو طبعا هدف رائع من شريف، لكن كمان بشبيشي كمان طلوعه حاجه من اثنين، يا تطلع يا اعمل فاول هنا طالما انا بره ال 18. وانا في دي انا عايز معلش ممكن نجيب اللقطه دي اللي هي ومحمد شريف بيحطها في الجول، يترمي بايده ومحمد شريف بيحطها في الجول. ما كانش ممكن البشبيشي يترمي. انا بقول لك يعمل فاول، ده عمل برجله لا بص اول ما اتلعبت دلوقتي اولا السردباكين غلطانين لانه طالعين سابقين محمد شريف، والباكين فاتحين لبره. لا انا بقول لك لما دخل بيها الجول 18 لازم يعمل فاول. لا هو كمل كمان كمل كمان، لازم يعمل فاول. لا بص دخل بيها هنا، ما كانش ممكن يترمي بدل ما يلعب برجله. لا بص هو بقى حاطط رجله ازاي، هو ده رجع. بص يا كابتن اسامه، هو حاطط رجله كانه مدافع، ما كانش ممكن يترمي بيحط جسمه ممكن ويجيب ايده ممكن يعني، بس انا بقول من يفرد جسمه. دي صحيحه، بس من الاول كمان هو طالع بره ال 18 وفي الباك رايت غطاه، كان ممكن جدا يعمل فاول. بس شريف طبعا تصرف هايل من شريف، رائع من شريف انه استلم وحط، لانه لو هو ما عندوش رشاقه كويسه صحيح ممكن يقع في الكره دي. يعني اتكعبل او ان لف بشماله صعبه، دي عايزه رشاقه وعايزه دقه في التوجه. وفي حاجه كمان، هو لعبها عاليه، عارف لو لعبها على الارض كان الباك جاب مدافع الباك اللي غطى كان ممكن يجيب احساس بالمكان. عملها حلوه دي، احساس طبعا طبعا، احساس دقه، احساس بالمكان، احساس لعيب هداف، احساس بان الجون فاضي، تحركه من الاول يعني خد فيها يعني. فالشوط الثاني اختلف في ايه؟ سرعه الاداء كتيره صح، كمان مستوى اكتر من لاعب تحسن عن الشوط الاولاني خالص صح. يعني علي معلول مستواه اتحسن، قفشه مستواه اتحسن، ديانج مستواه اتحسن، هاني مستواه اتحسن، طبعا شريف نجم اللقاء من وجهه نظري يعني طبعا. فسرعه في الاداء، تحسن في مستوى اللعيبه. الحاجه الثانيه الهدف اللي جه فركش فرقه المحله قوي يعني، في مساحات كبيره جدا، النفسيه بتاعت ان هم متعادلين مع النادي الاهلي وكده بقت في مساحات كبيره قوي. فالشوط الثاني مختلف خالص في السيطره والفرص والاستحواذ، فكل العوامل دي ادت انه النادي الاهلي يجيب 3 اهداف، وكان ممكن وضيع زيهم كمان يجيب يضيف اهداف اكتر. هنرجع نكمل كلامنا والاداء الفني للنادي الاهلي مع غزل المحله النهارده، ولكن بعد الفصل. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وهندخل بقى على احصائيات المباراه. كابتن شريف معانا، الاحصائيات بتبين طبعا السيطره والاستحواذ بالنسبه للنادي الاهلي. 3-0 النتيجه المباراه، نسبه الاستحواذ 67% للنادي الاهلي، 33% لغزل المحله. تصويب على المرمى، نادي الاهلي 7 تصويبات على المرمى من 16، غزل المحله 2 من 7. التمريرات، وده فرق كبير جدا ويبين فعلا نسبه الاستحواذ، 572 للنادي الاهلي و 169 فقط لغزل المحله. الركنيات 9 ركنيات للاهلي و4 ركنيات لغزل المحله. فرق جامد، فرق طبيعي لاحداث المباراه والفوارق اللي موجوده بين فرقتين كافراد يعني في كل شيء يعني الحقيقه. بنقول للمحله اهلا وسهلا بيكم في الدوري العام تاني، ولكن اذا كنتوا حابين ان انتوا تبقوا موجودين لازم كل الاحصائيات اللي احنا شايفينها دي تتغير. كل الاحصائيات تتغير ازاي؟ ان شاء الله يرجع لهم المدرب بتاعهم بالسلامه باذن الله، ومدربنا كمان. لازم يبقى في شغل تاني، لازم يتفرجوا على نفسهم، لازم يشوفوا هم ما صدقوا طلعوا لغايه فوق، كان في معاناه جامده جدا ان هم يبقوا موجودين في وسط الدوري. تاني حاجة بالنسبة للأهلي، ده الطبيعي بتاعه ال 572، بس أهم حاجة في ال 572 التمريرات السليمة، التمريرات اللي هي
انت بتترجم اهداف. عشان كده احنا واحنا قاعدين المفروض نكسب 4 5 النهارده على الورق قبل ما نخش. ايوه لازم يبقى فيه تنظيم مش عشوائي الهجوم بتاعنا، مش دخول جيرالدو على زي ما انت كنت بتتكلم على كهربا خدت بالك فيعمل قفل منطقه على حتى اللي جايين خدومين من الخلف عشان يقدروا يفاجئوك بتصويبه باي حاجه فبيمنعوا شكل صح تقدر تنفذ فيه جميع. بمناسبه كلمتك احنا عندنا بعض مواقف منها الموقف دوت يا سمير لو سمحت، لو الموقف موجوده ممكن تجيبها لنا اهو. تعالى بس الشاشه دي اللي هنا اهو كده استحواذ. ده الباص احنا متعودين عليه القصير. ده كهربا اللي دخل جوه، ده كهربا كويس، وده جيرالد لعب من لمسه واحده ودي لمسه واحده، ده كل ده شكل 10 على 10 لحد دلوقتي الحقيقه كويس. بس هو انا عايز اسال سؤال، هو وجود كهربا في الجزء ده، هو مش كهربا بيلعب ناحيه الشمال؟ ما هو بيطلب منه في اوقات معينه يدخل العمق. صح انا عارف ويدي فرصه للباكين ان مظبوط انا عارف، بس قريب جدا هو وجيرالدو من بعض. ما هو دي تعليمات من مستر موسيماني، مش على فكره مش في الماتش ده بس، مش مع كهربا وجيرالدو بس. حتى لو تشوف الماتشات اللي فاتت حتى بما فيهم ماتش الزمالك وماتشات الشكل ده اسامه ده تحرر يا جماعه. لا وهلا كهربا، بص محمد مجدي راح فين. بص كهربا ايوه بالظبط كده، برافو عليك. هم اللعيبه بتدور مع نفسها في الملعب، ده اللي انا عايز اقوله. في تعليمات من مستر موسيماني طبعا انه في اكتر يعني بص قفشة راح فين، ان هم بيقربوا لبعض في العمق وبيدوا فرصه للاطراف زي معلول او هاني بيطلعوا فيها وهم يكملوا على الجون من العمق. لا وفي تبادل في المراكز كمان. طبعا بص قفشة راح فين وكهربا دخل فين. مظبوط، ما هي البدايه بيبدا قفشة تحت راس الحربه وكهربا شمال وجيرالدو يمين او العكس بيتبادلوا احيانا. شكل يا اسامه تبادلي شكل تبادلي بيبقى حسب ايقاع المباراه. شوف التحرك ده كل الفرقه بتتحرك معاه، بقى كهربا فين موجود دلوقتي اللي هو كان عند الهاف رايت. بقى هو مع نفس الشكل مع التحركات هو اللي بيجبره ان هو يبقى موجود في الحته دي ان في فراغ هنا. حتى الراجل اللي هو جيرالدو ده لقيناه ساب الوينج رايت ولقيناه داخل جوه عشان يشترك في التدعيم والزياده العدديه اللي بتخلي فرقه المحله مضغوطه على طول. ايوه اتفضل. بص على الحاله دي برده. بص هنا محمد شريف خد الطرف. بص بقى تحرك قفشه هنا يعني وقف دي. بص جيرالدو راح فين. لا بص شريف الاول اتطرف من العمق على الطرف اللي على الطرف جيرالدو قطع مكانه كراس حربه. ايوه فهي المساحات بتتوزع يعني او الاماكن مزبوط. بتتوزع لما واحد بيتحرك مكان واحد التاني بياخد في المساحه الفاضيه دي بتعمل خلخله للمدافعين عشان ما ينتبهوش ويراقبوا 100%. طبعا دي اتنقلت حلو بص هنا بالظبط قفشه عملها حلو قوي على المغمض هو حاسس رؤيه كبيره جدا طبعًا. من قفشه طبعا، لكن طبعا برضو خطا كبير قوي من ظهير ايمن فرقه المحله كان هيبقى هدف كويس. كره يعني بقول جميل لو كابتن لو كهربا عملها من فوقيه ممكن كهربا يعني لو زي ما انت بتقول حضرتك من فوقه او ممكن بوش رجله يعني بوش رجله هتبقى اصعب على الجول، لكن بطن رجله هتطلع ضعيفه زي ما طلعت والراجل قدر يشتغل معاها جول بشبيشي واللي علاها كده كمان يعني خدت بالك بتنط قدامه هو ممكن يدوس عليها يلاقي نفسه اسرع بقى في مواجهه الجول بطن رجله في اي حته ممكن يجيبها جول. طيب لو تطرقنا لنجوم المباراه عندنا ارقام كهربا ومحمد شريف. معانا كهربا لعب 94 دقيقه جاب جول، عمل 23 تمريره صحيحه من 36، تصويب على المرمى 4 من 6. ماشي كابتن شريف. بص كابتن ايمن انا ممكن العب مباراه كبيره جدا وينزل هاني عجيزي في اخر 10 دقائق، انا طول المباراه قاعد ادي في مجهود وقاعد اعمل في تحركات واعمل في عرضيات مش مثمره يعني على طول رؤيتي للباس رؤيتي للشوطه رؤيتي للتحركات مش كامله. انما ممكن لعيب يبقى عندك بيخلص الحكايه كلها بتالنت بيخلص حكايه بتحركات زي ما انت كنت بتشرحه دلوقتي على الشاشه. فاعتقد محمد شريف النهارده كان يتوفر فيه الامكانيات دي كلها. اهو هنتكلم كمان عن محمد شريف لعب 84 دقيقه جاب جولين وعمل 7 تمريرات صحيحه من 12 والتصويبات على المرمى 3 من 6. انا كنت فاكرك بتسالني على دي الارقام كمان عن
شريف ولا كهربا خدت بالك؟ هي كل واحد فيهم كان ليه جزء، انما محمد شريف كان اوضح بكتير قوي. يعني وجهه نظرك ان محمد شريف هو نجم المباراه المفروض؟ كابتن علاء انا هم اثنين بالترتيب كده، محمد شريف ومحمد مجدي، بس محمد مجدي الشوط الثاني. لكن هو انا وجهه نظر محمد شريف نجم المباراه اكيد طبعا. يعني كابتن وسام، محمد شريف بوضوح من وجهه نظري الماتش اللي فات قدها حلو، والنهارده بقى تحديدا احنا كمان ماتش النهارده جاب جونين. الجون الثالث عملها حلو قوي اللي هي ضربت في العارضه، كان هيبقى هاتريك اللي هي كملها كهربا. صحيح في ناس قدوا كويس زي مجدي قفشه الشوط الثاني، زي كهربا جايب جون وعمل اكتر من كوره، لكن انا من وجهه نظري شريف هو رقم واحد. نقدر نقول ان محمد شريف النهارده ثبت اقدامه في المكان ده. طبعا الراجل الماتش اللي فات جايب جون وعامل تحركات هايله، ويمكن احنا قلنا انه رغم ان ما اديناهوش نجم المباراه، احنا قلنا علي معلول مظبوط معظمنا يعني، وفي حد وعادل قال سولية وبعدين رجع بس قلنا عشان الاغلبيه، قلنا على شريف عمل ماتش حلو، رجع في كلامه النهارده. النهارده محمد شريف عدم الرحمن الماتش اللي فات النهارده محمد شريف يعني كلنا متفقين عليه، جايب جونين وعامل الكره الثالثه هو سبب برضو ضربت في العارضه ونزلت، فعامل مباراه النهارده كويسه، فاعتقد المكان ابتدى يترسم عليه لو فضل بالحاله دي. طبعا هيبقى في منافسه يعني 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 مروان هيبقى معاه يعني لازم يعافر معاه جامد لان هو ابتدى في حاله كويسه. ايوه كابتن هاني نجم المباراه من وجهه نظرك. انا بالنسبه لي محمد شريف رقم واحد، ثاني واحد كهربا. انا كنت عايز اتكلم بس على كهربا. كهربا من اللعيبه اللي هو بيضيع كتير لكن ما بيملش او ما بيزهقش يا كابتن ايمن. بيحاول يفضل بيحاول، يعني هو الشوط الاول ضيع ثلاث كور كان سهل ان هو يجيب على الاقل اثنين منهم، لكن الكره برده كمل في الكره بتاعه شريف الجول الثاني، كمل فيها وعمل فولو كويس هايل وقدر ان هو يجيب جول وقدر يطلع من الماتش باحراز هدف. لكن محمد شريف زي ما الكباتن كلهم اتكلموا، دي ثاني مباراه ليه على التوالي ان هو يحرز هدف، والمكان ده على فكره مش مكان شريف، هو شريف اصلا هاف، يعني شريف بيلعب هاف، لكن هو الراجل بيقدر يشتغل المركزين كويس قوي، ودي حاجه كويسه قوي للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه، لان النادي الاهلي عنده مشكله فعلا في المركز في المكان اللي راس الحربه، فاعتقد ان شريف فعلا هيبقى موجود بشكل اساسي في المباراه القادمه ان شاء الله. زي ما اتفقنا جميعا محمد شريف نجم مباراه الاهلي وغاز محله. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه.